من جهتها أكدت وزيرة خارجية تنزانيا ليبرا تامولا أن الزيارة الأخيرة لرئيس تنزانيا في نوفمبر الماضي هي زيارة تاريخية وتمثل حجر الزاوية، حيث جرى توقيع مذكرة تفاهم في عدد من المجالات. كانت لدينا مناقشات ومباحثات مثمرة بحضور فخامة الرئيس، وبعد تلقيه الرسالة من أخته رئيسة تنزانيا سامية حسن، فإنها تعبر عن روح الأخوة بين الرئيسين وبين البلدين. إن فخامة الرئيس يغتنم هذه الفرصة لأن يوجز لرئيستي بالتعاون المثمر بل والمتميز بين بلدينا، لا سيما على إثر الزيارة التاريخية التي قامت بها رئيستي سامية في نوفمبر الماضي.